بسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. كل سنه طيبين لخريستوس انيستي اليسوس انيستي. واحنا في الايام الجميله دي واحنا فرحانين بقيامه يسوع المسيح وصعوده للسماء، وفي الايام الاخيره خلاص فاضل يومين او ثلاثه لعيد حلول الروح القدس، بنتذكر يسوع المسيح اعلن اللي قام بين الاموات وصعد للسموات، وبقيامته اقامنا وبصعوده اعطانا جدة الروح وحياة الروحية وسكنة في السماء، ويكون لنا نصيب في ملكوت السماوات. وإحنا في هذه الأيام برضو مع انتظار ذكرى انتظار حلول الروح القدس على التلاميذ في يوم الخمسين، إحنا برضو كنيستنا وكل العالم النهاردة بيقول ويك أب أو بيعمل سيت أب مرة تانية بعد هذه الأيام اللي العالم كله جاز فيها والكنيسة جازت فيها، وأولادنا وبيوتنا كلها تألمت لفراق الأحباء وألام المتألمين وللمرضى. فبرضو الكنيسة في هذه الأيام مع عودتنا للكنيسة وأحضان الكنيسة مرة تانية، زي ما كنا بنصلي يا رب اجعل أبواب الكنيسة مفتوح، فدايما باب الكنيسة مفتوح لكل المؤمنين وباب مراحم ربنا مفتوحة لكل إنسان. في هذه الأيام مع حلول الروح القدس نتذكر أن بحلول الروح القدس الرب أعطى قوة للمبشرين وقوة للتلاميذ ان هم يكون شهود ليه. فاحنا كمان في هذه الايام مع عودتنا للكنيسة عايزين نرجع بروح جديدة، حياة جديدة، جدة جديدة وامتلاء من الروح القدس. نشكر ربنا لنعمته ان هو صان ولادنا وحافظنا في هذه الايام وحافظ على بيوتنا. نصلي ان ربنا برضو يحافظ على بلادنا وعلى كنيستنا هنا في الشرق وفي امريكا وفي كل مكان، وكل ولادنا وكل بيوتنا دايما تكون كنيسة مفتوحة ودايما كنيستنا مفتوحة يصعد منها رائحة بخور وصلوات وتسبيح وتهليل، وولادنا كلهم ييجوا يشبعوا من الكنيسة. نصلي ان ربنا يديم هذا العمل ويديم هذه الخدمة وانها تثمر وتأتي بثلاثين وستين ومائة. ولكن مع عودتنا للكنيسة في هذه الأيام عايزين نرجع بروح جديدة وبجدة جديدة وبنشاط جديد ومحبة جديدة، زي ما آبائنا علمونا إن مع حلول الروح القدس دايما يكون بداية لخدمة جديدة ممتلئة من الروح القدس تؤتي بثمار 30 و60 و100. وزي ما شفنا آبائنا وزي ما شفنا في سفر رؤيا آبائنا والشهداء والقديسين وهم في السماء داخلين بأنشودة جديدة يرنمون أنشودة النصر والغلبة والانتصار والفرح، احنا كمان ندخل الى ديار الرب بالتسبيح والتمجيد والتهليل. ربنا يديم مراحم ربنا ويديم الكنيسة دايما مفتوحة لجميع المؤمنين، ويحفظ ولادنا في هذه الكنيسة وأبنائنا في هذه الكنيسة وكل الكنائس ليكون دايما نبع حب، والكنيسة تكون أم لكل إنسان. ربنا يدينا نعمة ان احنا نرجع للكنيسة بفرح عظيم وتمجيد، وكما قام يسوع المسيح يقامنا معه، ولإلهنا كل مجد وكرامه وسجود الآن وكل أوان ولدهر ظهور. آمين.